بداية جيدة كنا ننتظرها. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن. البداية طبعا المكسب مهم جدا يا كابتن ايمن. انت بتلعب في دوري المجموعات، كل مباراة على ملعبك لها قيمة كبيرة جدا جدا جدا. مكسب المباريات، خد بالك، مكسب المباريات وتسجيل الأهداف، يعني دي نقطتين مهمين جدا. النهاردة أنت بتقول إيه؟ أنت بتتساوي في القمة مع شباب بلوزداد. مظبوط. تمام؟ ليه بتتساوي في القمة؟ عشان أنت سجلت ثلاث أهداف زي ما هو سجل ثلاث أهداف. كان ممكن تسجل أربعة وخمسة وستة، المباراة كانت ممكن تروح في حتة تانية خالص، مختلفة شوية. أنا بس وجهة نظر الكبات الاثنين صح، مظبوطة 100%، إنك مثلا هنا عايز يلعب وهنا عايز يريح، لكن انا اصلا مش جاي من تعب عشان اريح. فاهم قصدي؟ عارف الفكره دي يا كابتن؟ بس في نفس الوقت برضو انا بلعب فرقه اقل بكتير جدا في الامكانيات، فتديني راحه في الـ في الـ في الـ تديك اريحيه انك انت تتعامل معاها بالظبط. ولكن يا كابتن ايمن، هو بس الفكره كلها عند مستر كولر، امتى اغير جوه الملعب وامتى اغير في التشكيل نفسه؟ هي دي بس النقطه اللي بنختلف عليها معاه. لكن تغير؟ لا غير طبعا، اشتغل العب بكريم، لا العب عادي مفيش مشاكل، واخد بالك؟ ما هو كريم لعب الشوط الاول وضيع انا خمس فرص، تمام، زي كان ممكن نجيب فرصه او اثنين ونسجلهم اهداف، وكان ممكن روح حته ثانيه تمام، ورحنا الشوط الثاني بتغيير بيرسيتاو. بس الفكره كلها يا كابتن، انت اوقات بتغير ممكن مش عشان انت مثلا وحش، ممكن بتغير عشان سوء التوفيق كمان. ايوه صح، فاهم قصدي؟ انا ممكن يبقى ما عنديش توفيق فغير لعيبه يديني يبقى موفق، فاهم؟ ودي من 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 حلاوه كره القدم. لا بس هو كان في، ما انا هقول لك ماشي. انا بس هتكلم في نقطه بس مهمه، انت قلتها برضه، بس الاختلاف على بدايه المباراه. طب يعني انتوا اتكلمتوا على التشكيل. طب لا سيبك من التغييرات، التغييرات بعد كده، احنا بنتكلم على بدايه المباراه. انت شايف ان هو يبدا بالتشكيل اللي هو الانسب ان هو يصنع له الفوز الاول، وبعد كده يبتدي يلعب بالتغييرات؟ القرايه مهمه يا كابتن. يعني ايه القرايه مهمه؟ ما هو انا هقول لك بس الفريق الخصم مجهول. لا ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها مجهول. مش لعب ماتشين في قبل كده صح؟ لا. مال صعد ازاي للبطوله؟ لعب اربع ماتشات قبل كده، فانت اكيد انت جبت الفيديوز بتاعته وقعدت تتفرج وتحلل وتقول الفرقه دي قويه، لا بيلعبوا هجمات مرتده سريعه. طب احنا ليه الشوط الاول قلنا لازم الاهلي يبقى يدافع، تمام، دفاع من نص الملعب ما يديش مساحات، عشان خلاص قرينا الجيم تمام، وشفنا الفرقه بتشتغل ازاي، وشفنا الخطوره فين، وانك لما بتعمل ستريتش فيبقى عندك مشاكل. ففي الشوط الثاني خد بالك هو تجنب الحته دي برضو الى حد ما بالزبط. في الشوط الثاني لان كنا بنشوف عبد المنعم وياسر على دايره نص الملعب، لما بنشوفهمش فاتحين قوي كده، لان واضح خلاص انت كمدير فني بتقرا وبتشتغل وتوجه لعيبتك، ما بين الشوطين بتبقى في عندك شويه حاجات، شويه ملاحظات بتقولها للعيبه، وبتغير في نمط الاداء. لكن انا بكلم في التغييرات والتشكيل، بقول لك انت ممكن تبقى مش موفق، تمام؟ يعني النهارده ممكن مثلا كهربا الشوط الاول ثلاث اربع فرص حقيقيين 100% اسهل من الكره اللي سجلها هدف، يعني الكره سجلها دي كره عشوائيه، فاهم قصدي؟ يعني الكروس مش معمول لكهربا، الكروس معمول بالعرض، لكن متشاط بالظبط، لكن كهربا حاطط دماغه فيها. طب هل كهربا ما ضيعش اسهل منها الشوط الاول؟ ضيع اسهل، كان ممكن يجيب، كان ممكن شكل المباراه يتغير اداء ونتيجه الشوط الاول، كان ممكن يتغير اداء ونتيجه الشوط الاول. لكن خلينا نقول يا كابتن ايمن ايه الاهم من كده؟ انت تقييمك للفرقه اللي قدامك، انا بغير امتى في التشكيل؟ لما بقيم الفرقه اللي قدامي. يعني انا النهارده ممكن يبقى الفرقه مثلا بلاعب اي سين من الفرق يانج افريكا عندي هنا في ملعبي، عندي اريحيه ان انا اغير فرقه قليله وفرقه تعبانه وهغير في البدايه. لو لقيت الجيم بيهرب مني تبدا تستعين بالعناصر، بس هي دي سرعه التغيير، ده اللي انا بختلف مع مستر كولر فيها. سرعه التغيير، مش اقعد بقى 60 دقيقه، خد بالك، ما انت برضو انت الوقت بيمر، خد بالك. انا لو انا من 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 مدرب ميدياما، لا هلعب جيم غير ده خالص الشوط الثاني. انا خرجت 0-0، لا ده انا هلعب جيم خالص مختلف، هقفل نص ملعبي بشكل كويس قوي، هلعب على اثنين بس قدام من ورا الاثنين المدافعين، واقفل لك الجيم واعمل زي ما انت عايز تعمل، هطلع النتيجه 0-0 او 1-1 او نتعادل تمام، او اسجل هدف. انا لو انا مدير فني، عشان كده سرعه التغيير، بدايه الشوط الاول زي بدايه الشوط الثاني بالظبط، ما تديش للفرقه فرصه قدامك الشوط الثاني انه ينزل وينظم ويشتغل ويبقى عنده فرصه انه يكتسب ثقه 10 دقائق او ربع ساعه تاني. ليه؟ الجيم ممكن يهرب منك يا كابتن ايمن. عشان كده احنا بنقول ايه؟ مش عيب انك تغير في الدقيقه 45، مش عيب انك تغير في الدقيقه 30، مش عيب انك تغير في الدقيقه 40، مش عيب. لما يكون عندي خلل ممكن اغير اشتغل عليه. وهل التغييرات اللي هو عملها النهارده، هل التغييرات اللي كابتن غير اللي احنا قلناها؟ لا هي وصنعت الفرق. خد بالك، خد بالك، خد بالك كابتن، خد يا كابتن شريف، خد بالك، في بس في نقطه
مهمه جدا، بس امتى العب 4-3-3 وامتى العب 4-2-3-1؟ الموضوع يعني اختلاف كلي وجزئي في الحته دي. العب مع مديامه 4-3-3 خطا فادح جدا، احترمتهم بزياده يعني يعني عارف يعني ما يتلعبش معاهم هنا بص كده. بص يا اسامه، لا تتناسب مع كميه التغييرات اللي عملتها النهارده. خد ما انا النهارده انت بتديني ايحاء ان الفرقه ضعيفه صح بالتغييرات، بتقول انا هغير عندي اريحيه في التغييرات، وانت بتديني الحق ده ما تلعبليش ب 4-3-3، يبقى انت بتعكس لي يعني عارف بتشتتني في وجهه نظري. يعني بتقول انا هغير لعب بكريم فؤاد ومش عارف العب بحسين الشحات وكهرباء وعلى ارضك هنا في مصر. وفي نفس التوقيت بتلعب بثلاثه ميد فيلدرز في نص ملعب فلات بيتقدم منهم امام عاشور نوعا ما، لكن 2-6 في فرقه بتلعب على هجمه مرتده بيلعبوك باثنين سترايكرز بس ما بيعملوش حاجه ثانيه في الملعب، ده امر برضو صعب. هو الملعب ما كانش يستحمل ديانج ومروان عطيه مع بعض في يعني ماتشات زي ما كمان بكتير قوي يعني خصوصا ماشي على ملعبنا وبرضه الفريق متواضع فنيا. انا ممكن انا ممكن بلوزداد هناك العب 4-3-3 مظبوط طبعا، العب جيم مقفول، العب على هجمه مرتده حتى يانج افريكانز ممكن العب هناك كده برضه، ويبقى عندي برضه حلول للتغييرات على دكه البدلاء مظبوط زي ما عملت في الوداد السنه اللي فاتت في الفاينل 4-3-3 لما ابتديت حسيت ان الجيم الماتش هيروح قمت مغير طريقه اللعب 4-2-3-1 نزلت مجدي قفشه ولعبت باثنين سترايكرز فقدرت ان انت كسبت وخدنا البطوله كابتن، خدنا البطوله جبنا هدف عدلنا 1-1 وضيعنا 3 شريف وعبد القادر سجلت هدف من الضغط وتغيير طريقه اللعب وعمل تغيير ايه هجومي هناك وهو بيلعب ضد الوداد هناك كمان. فاللي انا عايز اقوله انك ثبات الطريقه يعني ده مش قران في 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 في, في الكوره يعني لا. يبقى لازم تبقى فليكسبل يعني تغير طريقه اللعب هاجم شويه. هنا في مصر انت بتشتغل على حاجتين مهمين جدا، انك تبني هجمه ازاي، وده محتاج صانع العاب في اوقات كتيره جدا جدا جدا. ليه صانع العاب؟ لان انت النهارده في النادي الاهلي من اول السيزون هو بيلعب 4-3-3 صح، عنده مشكله في بنايه الهجمه صح، لان هي كواليتي لعيبه وامكانياته وقدرات. انا غير اسامه ممكن ينزل يبقى يلعب شادو سترايك، انا ما اقدرش العبها، هو بيعرف ينزل ويعمل السيزر وبتاع ويروح على الجنب وبتاع. انا عايز ابقى في ال 18 اروح يمين اروح شمال اشوط العب بدار استلم، امكانيات مختلفه، انت بتلعب بدماغك فمنتظر كل كره في ال 18 بتتحرك، هي كواليتي مختلفه يا كابتن يعني ممكن يبقى البوزيشن واحد لكن الامكانيات مختلفه. انا امكانيات مروان غير امكانيات ديانج غير امكانيات امام عاشور غير امكانيات مجدي قفشه. مش اوقات مجدي قفشه لاعب ميد فيلدر صح؟ ايوه مظبوط. لعب قبل كده مظبوط لعب كذا مرة صح؟ اوقات كتيره جدا 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 لما كنت بتحتاج لعيب يزود لك الناحيه بالظبط، تبقى عايز يبقى عندك كثافه في الحته اللي قدام وفي نفس الوقت بتلعب بسته وبتلعب بيه 8 فيكمل هو في الحته دي، بس كان دايما بيبقى على حساب اداء قفشه الهجومي يعني برضو بيبقى قلل شويه. بس خد بالك لعبها بس بيبقى قلل شويه، اللونج باس ايوه والثرو باس والتكمله حلو أيوة. فكان بيزودك دايما واحد في نص ملعب فرقه الخصم لما تكون محتاج زياده عاديه ومحتاج تسجل اهداف ومحتاج تهاجم. هي ده اللي انا بقوله يعني انك انت كمدير فني محتاج تبقى يعني عندك مرونه في الحته دي. انما النهارده بلعب باربعه، انا قاري الجيم، قريت الجيم متاخر. هل مستر كولر قرا الجيم متاخر باربعه 4-3-3؟ انا من الدقيقه 30 خلاص شايف الفرقه اللي قدامي بتلعب بالطريقه دي 4-2-3-1 وغير في التشكيل وغير ولعب. طب انا كان ممكن النهارده العب واحد والله العب واحد يا اسامه والعب بشادو سترايكر يعني اثنين سترايكرز واحد 9 وواحد بالظبط واحد يلعب من تحت والعب بكثافه هجوميه يبقى عندي اثنين في الكرات. النهارده النادي الاهلي عمل لا يقل عن 26-30 كره عرضيه في اوقات كتيره جدا ما لقيتش حد بيكمل. فعشان كده بقول لك في اوقات مش بالضروره العب براس حربه واحد، ممكن العب براس حربه ومن تحتي واحد ويبقوا اثنين في ال 18 مكمل. احنا هنتكلم على الفروق اللي حصلت بين الشوط الاول والشوط